تمثل اخطاء في التفكير. اخطاء التفكير صحيح. ابني بيرغي وعامل لي مشكله، ده خطا في التفكير. ابني عنده هلاوس مش هتصل بالدكتور اساله، ده خطا في التفكير. انا بقالي كذا سنه عندي وسواس واقلعت عن الصلاه، ده خطا في التفكير. كل دي اخطاء في التفكير. النفوس السبعه اللي اتكلم عنهم اهل الصوفيه الحقه، عدي ورايا. اولا نفس اماره بالسوء زي ما احنا قلنا، وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. ثانيا نفس لوامه. معلش بسرعه جدا، عمر اللي عنده 10 سنين اتصل مخصوص عايز يكلمك حبيبي. يا عمر. ايوه يا عمر اتفضل يا حبيبي. صباح الدين، ازاي؟ صباح الفل يا حبيبي اتفضل. حضرتك انا وانا بمشي في الشارع بلاقي نفسي بتكلم كلام غريب مع نفسي كده. مين اللي بيتكلم كلام غريب؟ ايه بتقول ايه؟ انا وانا ماشي في الشارع بقول كلام. انت لما بتمشي في الشارع بتقول لنفسك كلام غريب؟ كلام ملوش معنى. ملوش معنى زي ايه؟ يعني مثلا اقعد اغني مع نفسي كده، يعني اي حاجه. تغني حاجات منها. ايه بتقعد تغني لوحدي؟ طب وايه المشكله؟ يا عمر ازيك، صباح الفل. اتفضل يا عمر، دكتور سامعك. صباح الخير. هو كلام ملوش اي معنى يعني. ازيك يا عمر؟ عمر كلم الدكتور. عمور ازيك؟ الحمد لله كويس. انت في سنه كام؟ انا طالعه اولى اعدادي. طيب ان شاء الله تطلع بالف سلامه. قول لي يا عمور، وانت ماشي كده لو ماشي على بلاط ما تحبش تدوس على الفرق ما بين البلاطه والتانيه؟ لا انا بحب ادوس على الفرق على طول، يعني كل شويه كده اروح دايس عليه، افضل ادوس عليه من كده. طيب بتوع عديت السلم اللي عندكم قبل كده ولا ما عديتوش؟ ايه عديت درجات السلم ولا ما عديتهاش؟ عديتها كتير. طلع كام عندكم؟ انا عندي 12. أنا عندي 56. 56 سلمة؟ يا ابن اللذينة. طيب وانت ماشي العمدان بتاعت النور بتقعد تلمسها كده في ايدك؟ ايه؟ ممكن تلمس حاجات وانت ماشي لازم تخبط فيها؟ بتزق عمدان النور وانت ماشي؟ لا لا. طيب بتقعد تدندن كده في اغاني والناس تقول لك ايه يا عمر اللي انت بتقوله ده؟ لا ما حدش بيعترضني لان انا بقول كلام كده مع نفسي. بس ما حدش بيعترضك؟ لا. كويس، لما تكبر هنعترضك. صباح الفل يا عمو. صباح الفل، يا رب يطلع صوتك حلو بس. ان شاء الله. طيب نقول بس ده ما اسموش OCD، ده ما اسموش يعني الاطفال كلهم بيعملوا كل الكلام اللي انا ذكرته ده. يعني حافظ عدد السلم عنده طبعا اكتر من مره، بيقول لك 56 ما شاء الله. يشوف الفرق بتاع البلاط فيا اما يتخطاه يا اما لازم يدوس عليه. يبقى ماشي كده الطفل قدام الناس فيقابله واحد يرفع حاجبه ده يبقى انا عايز اموته، يعمل راسه كده يبقى انا عايز الراجل ده يعيا بس، يعمل كتفه كده يبقى انا عايز الراجل ده مبقاش موجود في الدنيا. تمام. بيعيش عالم كده من الخيال قدامه. احيانا بيصل ان هو لازم يلمس الحاجه وهو ماشي، ده مش موجود عند عمر. حتى لو كان موجود كل الكلام ده عادي طبيعي. بس هو بيغني.